خلال شهر مارس وأبريل 2018، موقع إيباي أرسل إلى الكثير من التجار الذين يبيعون على موقع إيباي رسالة بخصوص تغيير اتفاقيات المستخدم، والكثير من التجار لم يفهموا بالضبط ما هي التغييرات التي حصلت وما معنى هذه الرسالة. وفي هذا الفيديو سأوضح لكم لمن هذه الرسالة موجهة وما معناها. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. هذه الرسالة توضح أن موقع إيباي أنشأ قسم جديد في سويسرا، وسيحصل جميع التجار الذين لا يقيمون في الولايات المتحدة أو دولة كندا أو الاتحاد الأوروبي على فواتيرهم من الشركة الجديدة المقيمة في دولة سويسرا. أيضا هي التي ستأخذ مبلغ الرسوم من حسابنا في البيبال. ففي هذه الحالة لا يوجد أي شيء يجب علينا فعله على حساباتنا، كل شيء يحدث تلقائيا. ولكن إذا تعيش في تايوان أو تركيا أو دولة النرويج أو دولة سويسرا، ستضطر ابتداء من 1 آب دفع رسوم ضريبة إضافية على الرسوم الشهرية لموقع إيباي. أنصح كل شخص مقيم في هذه الدول التي ذكرتها التحقق من آخر فواتيركم لمعرفة ما إذا كان يتم تحصيل الرسوم منك أم لا. إذا كنتم تدفعون مقابل هذه الرسوم فلن يكون هنالك أي تأثير على حساباتكم. فلتلخيص لهذه الرسالة، كل شخص غير مقيم في الدول التي ذكرتها ليس عليه القلق من هذه الرسالة، فقط للتجار الذين يعيشون في الدول التي ذكرتها عليهم تفحص فواتيرهم والتأكد من إضافة الرسوم أو لا. أذكركم مرة أخرى، قائمة الدول: تايوان، تركيا، النرويج أو دولة سويسرا. أتمنى أنني أضفت معلومات جديدة لكم، ولكل شخص واجهته مشكلة خلال عمله على موقع إيباي أرجو كتابة المشكلة بالتعليقات وسأحاول المساعدة قدر الإمكان. قناة أكاديمية كامبوس ستعلن كل أسبوع فيديو متعلق بربح المال عبر التجارة الإلكترونية، لذلك لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة جميع فيديوهات الأكاديمية، وأيضا الاشتراك بصفحة الفيسبوك للأكاديمية. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، وسأراكم بالفيديو القادم.